ضيعتي عيالك يا انجي، انتي السبب، ما عرفتيش تحافظي عليهم، كان كل همك نفسك وبس. ضيعت عيالك يا علي بسبب عندك وتصرعك، رميت المسؤولية من عليك لإنجي لوحدها. ردي علي رد. أيوة حسين، لقيتوهم؟ لقوهم فين؟ لقوهم فين؟ طيب مسكت السكة وهنكون عندكم. لقوهم فين يا علي؟ أنا أعرف كل حاجة هناك، يلا بينا. عايزوني كده يا حبايبي كده تخدوا مامي عليكم بالشكل ده؟ مين كل اللي عليكم على شكل عمي؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ الولاد دول لقيناهم في محطة السوبر جيت وكانوا ناويين يسافروا لجدهم، ولما جبتهم هنا اصروا ان جدهم هو اللي يجي يستلمهم، وبما اني حويت وعارف العك اللي ما بينكم انا وافقت ان جدهم يجي يستلمهم. والولاد حكولي على كل حاجة. لما انتم مش عارفين تتفاهموا حتى لو كنتم منفصلين ما تدخلوش الولاد بينكم، انا ممكن اخدهم يعيشوا معايا واعرف اربيهم كويس زي ما ربيتك يا ست انجي. ايوه جدو احنا عايزين نروح معاك. ايوه احنا مش عايزين نرجع معاهم تاني. ماما وبابي مش بيفكروا غير في نفسهم وبس. حقكم عليا، حقكم عليا يا حبايبي، معلش انا اسفه خلاص خلاص، انا حقوق لكم. عندك حق يا عمي، احنا فعلا انانيين جدا. معلش يا ولاد، اوعدكم ان من هنا ورايح مش هيبقى عندنا اهم منكم. ماشي، الظاهر ان انتوا اتعلمتوا الدرس كويس. انا هسافر انام في بيتي، بس مش هطمن الا لما الاولاد يكلموني ويقولوا لي ان انتوا انصلح حالكم فعلا. لا يا بابا، انت هتيجي تبات معانا. لا يا ست انجي، انت حباتي في حضن عيالك، ولو احتجت اي حاجه كلميني. وانت يا سعالي وصلهم وبخلي بالك من الاولاد. حاضر يا عم. انت اولاد ها زي ما اتفقنا. حاضر يا جدو. ها اي حد يزعلكم اوعوا تسيبوا البيت، اتصلوا بيا وانا جاي لكم حالا. ماشي. يلا سلام. حبيبي الله يسلمك. باي باي يا جدو، نقفل بقى المحضر. المحضر اللي الهانم متهماني فيه ده جدو لسه ما مشيش. انا اسفه يا علي. انا اللي اسف، انا اللي مدبه كل شويه عكه. افهم من كده انكم نويتوا ترجعوا لبعض، يبقى نقفل المحضر. في ايه يا عم انت وانت بتتلكك؟ دي حاجه ودي حاجه. على ايه يا اختي بتتلكي؟ على ايه بلاميله؟ انتوا تاني؟ خلاص يا انجي، علشان خاطر الولاد انا موافق نرجع نعيش مع بعض تاني، وموافق على اي شروط تقولي عليها. يعني ايه بقى نعيش مع بعض تاني؟ ازاي؟ انا هقولك ازاي. انتوا في شهور العدة، فينفع تعيشوا مع بعض في شقة واحدة بس يكون في بينكم محرم. انا موافق عشان خاطر المحرم، قصدي عشان خاطر الولاد. وانا كمان ما عنديش مانع علشان خاطر الولاد، بس الاول عندي شروط لازم تنفذها. يبقى مش هنقفل المحضر. تمام يا سعاده الباشا. انت ايه اللي جابك يخرب بيتك؟ ما انا جاي لك في الكلام اهو يا سعاده الباشا. انا يا فندم بحس الامن العالي يضيق طوطل للمكان اللي مستخبي فيه ومختفين فيه الاطفال دول. فين يا ترى؟ في الصعيد يا باشا، عند مطاريد الجبل. عند مطاريد الجبل الاطفال دول؟ ايوه يا باشا الاطفال دول. في الجبل عند المطاريد. ها ايوه باشا. معلش حضرتك، العيال دول؟ ايوه يا هانم، ده انا شايفهم بعينيا هياكلوا من الدود ده. في مطاريد الجبل. في مطاريد الجبل. دول يعني؟ دول يعني. واقفين هنا. هنا دول. اكيد مش دول. لا يا فندم. ده انا هنفخك. ربنا يخليك والله ما له لازمه، يعني احنا بنعمل الواجب اللي علينا.